بغداد تعتبر يعني هي عاصمة اتحادية، يعني ومشاريع كثيرة اتحادية. احنا اكملنا في مطار بغداد اللي هي قاعة يسموه التيرمينال سامراء الثالث، وافتتحناه خلال مدة، يعني من صار حريق في قاعة نينوى افتتحنا قاعة سامراء، وعدنا الآن خطط ومشاريع لبناء مطار جديد كديزاين، وعدنا بناء تيرمينال جديد، لأن أربعة وين مطار مطار جديد؟ بغداد يعني أكو خطة. ها عبال مطار جديد بغير مكان؟ لا في نفس المكان عندنا خطة، إنه هذا المطار بعد ما أنا عندي معلومة غيرها. ها أنا عندي معلومة في مجال المطار. إيه هسه إحنا قلنا إنه أكو المفروض بالنص بيننا وبينهم وبين الكوت. إيه نعم. أكو فكرة الآن جاي تدرس. وين بالحرية قريب بس مايا.